انا السعوديه من مواليد 75. انا كان عندي مشكل ديال السرطان، مريضه بالسرطان من 2016، محيده الثدي، هي هاد اليسر محيدها، ومحيده الكواط، وعندي سكر ديابيتيك، عندي سكر كندق الانسولين. منين جات هاد سميتو التلقيح، مشيت عندهم، هما قالوا الناس سيروا ديروها لحقاش طاح لك المناعه، راه هيك طلع المناعه. انا مشيت باش صيفطت ليهم، جاوبوني قالوا لي تجي. مشيت في شهر 3، مني مشيت دزت عند الطبيبه لحقاش هي كتكون تما، قلت لها شنو عندي شنو عندي، وريتها الوراق، عندي كل شيء، وريتها الوراق وريتها كل شيء. قالت لي ديريها، راه هي كتطلع المناعه، هي انتي مريضه راه طلع لك المناعه. صافي درتها، جيت بحالتي، قالت لها تسني واحد شويه، تسنيت جيت بحالتي. جا فين وصل الليل، حتى هذاك النهار حتى بدات تنفخ، انا تنفخ واحد النفخ غريب ما عمرني ما شفتو. بديت تنفخ من عينيا، يدي تنفخو، هاد اللي فاتحه عليه تنفخات، بزوله اخرى تنفخات وتزيرات. بديت كنقول انا شي حاجه كليت، ما نسيت انني انا هذيك غدي ليا هكاك، كليت ما توقعتش، لدرجه بديت كنقلب وشنو كليت شنو درت شنو. انا تناكل الريجيم، عارفه الريجيم ديالي اللي تناكل، بديت نقلب، ما عندي حتى شي دواء. الدواء اللي عندي من 2016 وانا كنشربو، راه كنشربو ديال دواء السرطان وديال الكواط والانسولين، عندي الانسولين بعدا من كنت صغيره انا كنديرها، ما عنديش مشكل. بديت بحال هكاك، بغاو يديوني للسبيطار، تنقول لهم لا راه غير شي حاجه، راه دابا نتفش، راه دابا شويه تسد لي الحلق ديالي، الريق ما بقاش كيهود، يعني بحال الموت، صافي شي حد قاشك من عنقك، عرفتي داك المشكل ديال النفخ. نفخت من ودنيا، نفخت من كل شيء، عينيا، مشيت بدات يضرب لي واحد العرق في الراس، تيضرب لي تنسمعو، تيضرب هكاك، تنقول لهم اجيو تسمعوا، راه كنضرب واحد، كنسمع واحد العرق تيضرب، وما تنقدر لا نحرك راسي لا هكا لا هكا، يعني وليت في واحد الحاله. مشيت عندهم من هذاك النهار وانا في موريزكو، تنمشي لموريزكو، تندور سيري هنا سيري هنا سيري، اللي مشيت عنده تيقول لي شكون صيفطك، تنقول له صيفطني فلان، تيقول لي رجعي عند فلان، سيري هك سيري هك سيري هك. الاطباء داروا مجهود ديالهم، ولكن هما ما فهموش هذا المرض اشناهو، لحقاش هما ما خافوا، ولاو تيخافوا مني بحال، ولا تيخافوا مني، تيشوفوني تيقول لي سيري هنا سيري المستعجلة، تنبات في المستعجلة، تيدخلوا يديروا لي الاكسجين، تنقول لهم انا تنفس ماشي مشكل تنفس، انا عندي تنفس مزيان، ولكن راه اللحم تنفخ، راه كل القلب تنفخ، المعده ما واكلاش والمعده غطردق، راه تنفخ، راه يعني شي حاجه كتنفخ، شي ماده في هذيك البرا كتنفخ. تبقيت هكاك، تيدخلوني السكانير، تيقول لك غادي تموتي لينا هنايا، ان السكانير غندير واحد البرودوي، داك البرودوي مع النفخ، العروق تنفخو، ما نقدروش ندير، تهبطوني. بقيت لدرجه شي شهر ولا اكثر، وانا كنمشي ونجي في ماريزكو، ملي تزاد عليا الحال نمشي عندهم، تيخرجوا لي الدواء، تيجربوا فيا كاع الدوايات، كل شيء الفن. عمرني انا كندير التحاليل دائما، لان سرطان والسكر، عمرني السكر، ها السكر بوحدو راه كل مره كديري التحاليل، سرطان تا هو راه معروف، بنادم اللي يسمع سرطان كونسير هادي جوج شنو كيقولوا لي، راه غيعرف بان راه سرطان، راه ماشي ساهل، راه ما يمكنش لك ما ديرش التحاليل. دائما كيقول لك طلبوا لك التحاليل، كيطلبوا لك التحاليل ديال التخثر، هذه ديما التحاليل ديال فقر الدم، التحاليل ديال المناعه، والتحاليل ديال الكلاوي، هادو بعدا اربعه راه دائما كنديرهم، المهم واخا تسلفي وتكلفي وعندك ما عندكش، المهم خصك ديريهم، تنديرهم، راه ما عنديش هذا المشكل. نهار اللي وقع لي المشكل، دابا انا القلب ديالي كيتناخت، ما تنقدر نطلع في الدروج، ما تنقدر الا طاحت لي شي حاجه وبغيت نهزها نطيح تما، ما كنقدرش نتحنى دابا. المهم داروا لي السكانير، جا الطبيب ديال الانعاش وداك الشيء، وداروا لي السكانير، لقاو بان العرق في القلب تبوشة، وهاد لاباري اللي تندير فيها دوز فيها الدواء، دوز فيها الحصص، تبوشات وكرم فيها الدم. مين تمشي عندهم تيقول لك خاصها تحيد بعدا هي من فوق العرق، بعدا عاد نديرو لك العمليه الاخرى ديال تسرح العرق.
من كنمشي عندهم كيطلبوا لي التخطيط ويطلبوا لي التحليله، كندير لهم داك الشيء، نديه لهم تيقراو الورقه تيقول لك لا راه عندك واحد الدم كرم جمد، الا درنا لك هذيك العمليه غيطلع لك للراس وتولي عندك شلل، اولا دوز للريه ولا عندك مراجيف في الريه. تردوني بقيت هكا دابا في هاد الحاله، نعست جوج مرات في نريزكو، نعست مره في 20 غشت صحاب الصدر، كلشي كيردني. دابا كيقولي هو سير الكلينيك، مشيت للكلينيك ونصحاب شي حاجه شي ثمن شويه، قلت غن قال لي جيبي لا كارط وجيبي الفلوس، يعني واحد ثمن ما نقدرش عليه انايا، ما قدرتش عليه. قال لي 7000 درهم، 7000 درهم قال لي تنعسي هنا وتزيد، وخاصك بعدا تزيدي الدم، الكريات الحمراء طاحوا لان الدم اختار. عندي دابا الدم مكور، يعني انت شفتيه وريته لك، تكور ليا في يديا، وهاد البره اللي خرجوا لي خرجوها لي مده شهر شريتها، وعاونوني شويه الناس، حتى هما الناس اللي عاونوني هما اللي مرض وعارفين بحق المريض. شريتها وكلشي كندقها، منين مشيت عندهم تندير دائما التحاليل تيشوفوا الدم واش مازال واش هادي. منين مشيت زادوني شهرين، دابا شهرين وحده اخرى، وقال لك يقدروا يشوفوا، قال لك هذا هو الحل ديالك البرا. تنطلب من الناس، من الناس المحسنين واللي تيشوفوني والاطباء ولا شي مسؤول ولا شي واحد اللي في استطاعته يري يعاوني على هاد البرا، هادشي اللي بغيت انا، وهاد لاباري باش نحيدها. اما العمليه الاخرى عاوتاني قال لك تادي لي تحاليل وتتبعي دواء اخر وعاد نوصلوا للعمليه ديال القلب. انا محتاجه دابا لهاد الدواء، لحقاش ما شربتش هاد الدواء، كيزرقوا لي يدي، يزرقوا لي صبعاني، كيبغيو يموتوا بحال كيبغيو يخنازوا. ومن تيزرقوا تنولي ندق واحد البرا صعب من هادو، تن خاصني تنمشي نشريها وندوزها في الحرق باش هذاك الدم، هذاك الصبعان ولا هذيك الرجلين ما يتبطروش، ما يخنازوش. انا تيبان لك الصبع زراك، اولا تيبان لك اليد كلها بدات تزراك، الرجلين بعض المرات بزوله هي تاهي زراقت وتقالت هادي بخير. انا بغيت غير الدواء، ما بغيت والو، ولات كنشوفها في الدوار رمضان كله، ما كنفكر لا في حتى شي حاجه، لا فطور لا فكس ولا حتى شي حاجه. انا تنتقاتل غير مع البرا، تنشري نجمع باش نشري جوج، باش نشري وحده، باش نشري عندي وحده في الصباح وحده في الليل، الا ما ذكيتهاش تبداو العرق تيضربوا.